قطعوا آلاف الأميال ليأتوا إلى هنا، لا يعيرون للبرد القارص بالا، وليست السياحة الشتوية أكبر همهم، بل ظاهرة طبيعية لا تحدث إلا في قطبي الأرض. أما الفندق فكل ما فيه يدور في فلك هذه الظاهرة، إنها أضواء الشمال. غادرنا مع المغادرين ليلا في طريق طويل ومظلم، درجات الحرارة تقترب من 40 مئوية تحت الصفر. لحظات خارج السيارة كانت كفيلة بإعطاب الكاميرا الكبيرة، فقد تجمدت عدستها بالكامل. البديل كاميرا صغيرة يسهل تحريكها وتدفئتها. الكل ينتظر بفارغ الصبر، بينما الصمت هو سلطان المكان والزمان. كنت أرصد درب التبانة بالمنظار، لكن أضواء الشمال مسألة أخرى تماماً. إنه مشهد رائع. هذه المرة الأولى لي هنا، وأود أن أبقى بألاسكا. لم أرها من قبل، وصلنا للتو واستطعنا مشاهدتها، إنها رائعة. توهج هذه الأضواء يحدث في مناطق القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية حصراً، وينتج بسبب تفاعل بعض الجزيئات التي تحملها أشعة الشمس عند دخولها الغلاف الجوي، منتجة ألواناً مختلفة يغلب عليها الأخضر عادة. كلما ابتعدت عن المدينة وانخفضت درجات الحرارة وكانت السماء صافية، كلما زادت فرصك بالاستمتاع بهذا الاستعراض للنور الطبيعي الاستثنائي الحابس للأنفاس. أمجد المالكي، الحرة، فيربانكس، ألاسكا.